من عندهم وكتعاني في الجوبيه شو كدور عليها وانت غادي ديال المدرسه دعوات دخل يا بنتي خرج يا بنتي ما سيرش الجوبيه كي دايره عندك الاجتماعات عندك خرجوا خرجوا صح سعادة الباشا راه خرجتي برا راه غادي نخرجوا غادي نديروا وقفه حجاجيه غادي نمشيو حتى نعاودوا وما تجيوش عندنا محترم انا غندافع على راسي كي تقول لي انا المستشار المحترم كنظن السيد الرئيس خاصك تعاود النظر في النقطه الثانيه هو السيد الرئيس نسينا ما حطناش النقطه ديال السير الجوي مدينه كتعرف واحد كم هائل ديال السيارات وديال طرق عمرات واخيرا جينا وانتبهنا داروا ركبوا واحد بلاك ديال منع الوقود في نفس الوقت الناس اللي طرطور مصبوغينش يعني الناس اللي كيجيو برانيين كيوقفوا حتى اللي طرطور مصبوغينش ما كتفاش ديال البلاكار كيتبعوا المخالفات وخاص تعاد النظر في هذه القضيه لان ضروري نكون النقطه الثانيه هو دابا مثلا في جاليه العتاد الناس اللي عندهم عمارات ديالهم ما خلاوش لهم لاكسي باش يدخلوا للستاسيون طوموبيلات في الكراجات ديالهم داروا لي تروفوار كاملين دونك دابا اللي غنسبقوا عاوتاني لي تروفوار ودرنا النوع تاع الوقوف الناس اللي فين يحطوا طوموبيلاتهم اللي داوي استقلال فين يحطوا السيارات ديالهم راه مشكله خاصك تعاود في النظر سي دراج النقطه الثانيه انا اليوم الصباح دايز العربات باقي عندهم ديك الفكره كيجيبوا الناس كينقلوهم في كيشكل خطر على دوك الركاب لانه طريق عمرات ولا عندها كاتر بوزيسيون يعني مابقاش دابا على بغيت تقطع خصك على بغيت تقطع مشكل على بغيت تقطع خصك تنتظر واحد نص ساعه وكيشكل خطر على داك اللي غيقطع مشكل لان كلكم كتشوفوا الدائره لان التسخيرات راه عمرات وراه مابقاش التسخيرات اللي كتمكن دونك خصها نحطوا النقطة ديال السير الجوال ونعيدوا في النظر باش ما التسخيرات القطاع الراهي واش مفتوح باش يكمل الشارع ديال الحسن الثاني راه باقي تحل باقي في الاشطار وباش تعطى باش تبنى المارشي في الدريكونا على النظر راه بدات الاشغال فيه لا عليه يكمل باش نحيدوا حنا ذوك الباع المتجول كاملين ما نبقاش يضروا ناقي وديك الساعه غادي تتم يعني تنفيذ ذاك القرار ديال العربي اللي باش يدوم في الشارع والاجتماع ان شاء الله غادي يرجع راه كان الاجتماع مع السيد باش على ود كاينه نقطه اخرى سي الرئيس لانه دار ذاك الخط المتصل دار ذاك الخط المتصل دابا الناس اللي ساكنين في الخلا ديال القهوه ديال الحبار يعني من غادي واش غيمشيو حتى يجيبوا الرمبه وعادي ماشي ديال الصغار كاين كيمشي تهضروا لا لا غير نهضر اسي حنا دابا هما النقط اللي خصنا نهضروا عليهم كنعيشوا المشاكل ديال الساكنين ما تسيبش هاد الهضره انا ما حبسكش الهضره انا قلت لك راه هذاك الدخل ديال الزهداء الدواج ديال الطالب المهم السيد الرئيس خصها ندير واحد النقطة ديال السير الجوالات النقطة الثانية سيدرا مازال عندي سيدرا في إطار مداخيل جامعة سيدرا حنا جرت العادة هذاك اليوم ديال العيد الكبير تنكريو ذاك الاستغلال المؤقت لذوك الناس اللي كيديروا الحوالة اي واخا الثمن اللي كاين المهم كيتكون مداخل جامعه نعم ما فهمتش علاش ما دارش هذاك ديك العمليه ديال الكره ديال ديك المنطقه اللي كانت كت انت هذيك راه ديال الضمير ما كانش سي عبد الله راه رجعتي النتيجه غتلقى احسن راه كانت كتكرب واحد المبلغ وربما المداخل ديالو راه اكثر من ذاك المبلغ اللي كانت كتكرب به ما مزيان باش تعرف مزيان مزيان هادشي اللي كنتمناو شحال هادشي اللي كنتمناو وكنعرفوا شحال شنو هو شنو هو شي 3 ولا 4 مليون ديال الدولار راه انت كتهضر على الباركي وسيت كتهضر على لا هادو هما النقط اللي خصنا نفهمو ونتذكرو عليهم باش نبيعو الجامعة ماشي إلا كان شي نقص كان الخرجة ديال الوسطاش كيما كانت كان التدبير الذاتي ديال الجماعة لأن كاين إشكال قانوني حيت ما عندناش إشكال قانوني على مستوى الدفتر شحال دخلت لا أنا غير من خلال الصورة اللي وصلتني أنا وكنتمنى السيد الرئيس من عندهم وكتعاني في الجوبيه شو كدور عليها وانت غادي ديال المدرسه دعوات دخل يا بنتي خرج يا بنتي ما سيرش الجوبيه كي دايره راك
مستشار وأستاذ تقول لي أنه عندي عدة صدور واش كدير نتا ما كديش دور شي اش غادي شنو دابا هادي راه ما بقاش شوف اسي حسن راه ما بقاش دور دابا هادي راه شي حاجه اخرى خالي ما هضروا لي خالي وقول له اسي علاش يوميا ماشي نعس مسرح اللي يدير هذا السيد راسي الباشا راه يشهدوا على ذلك اجتماعات ماراثونيه تقام اما في البشويه ولا في العماله راه المشاكل ماشي صغيره اللي كتعتقد انت انه المشاكل راه السيد الرئيس راه السكينه اللي وصلت لهنا راه ما يفوق على 80,000 نسمه لا والو السيد الرئيس راه بالي عم طلب السيد شوف اللي حنا كنديروا الخدمه ديالنا حنا كنديروها واللي ولي الصندوق حنا كنديروا بان لك ولا انا بان لك شغلك هذا سيد الرئيس انا راه كنهضر عادي ولا صحيح خليك سيد الرئيس سيد الرئيس الله يخليك راني كنهضر عادي نبدا بالنقطه الاولى ونعمل حسن راه كاين خلق القانون ولا سيد الرئيس راه اذا مستشار راه جاب مستشار على جاب مستشار اخر راه خلق القانون ديال الميثاق ديال الجماعي راه ما كايناش هاد التدخلات التدخلات راه كاين الرئيس من غير الرئيس كيولي نائب ديال الاول والثاني والثالث وغادي اما الشيء الاخر في سواسيه كاملين ما عندش الحق يجاوب شي واحد اخر هذا راه قانون سيد الرئيس راه والتجربة كتكون جاي باغي تصوت كتولي ما باغيش تصوت لانه هاد الناس اللي كيجاوبوا لك كيخرجوا عندهم الدور انا نقول لك نيشان راه ما عارفين والو الا كانوا السيد الرئيس كيجيو الناس كل واحد كياخذ المصلحه ديالو الشخصيه منك هذاك الشيء شغلك انا ساكنه وفرحت من عائلتها الشخصيه لانني انا من الناس اللي كيخدم في الترونسبور فالقى ناس اللي كنمشيو على رونديفو ديال الطبيب فالقى ناس اللي كنمشيو عليهم لي كونكور كنلقى ناس اللي عندهم دراسه ديالهم وما كيلقاوش في الوقت
لذلك هم السكينة هو أننا نوفر لهم ترونسبور اللي يقدر يوصلهم في الوقت المناسب وبشكل مزيان. فالقاو الماراثون ديال الناس كيتجاوا ما بين عي الحياة حتى السلطة ما بين السلطة حتى الميموزة باش يركب في السطويس أو يركب حاجة. وبالتالي هادشي كيزيد في الأموال ديال الناس اللي هما من الطبقة اللي نشاط طبعا، وكذلك حتى الوقت ما كيكونش. وكنتفاجئ ان الدوره هي دارت وما دارت حتى شي نقطه من النقاط اللي دارت، مع العلم ان ما كانش غير ترونسبور، كان بزاف النقاط اللي هما حطيتهم تا هما تماسك انهم يتفرجوا وما فهمتش علاش. هو الخطاب ديال السيد الرئيس هو عندي ورساجيك هي عندي كتقول لي في اقرب دوره وأعمال دورة أكتوبر عاوتاني غيكون دخول مدرسة واحد آخر جديد، غتكون ساكنة واحدة أخرى التحقت بالمدينة، غادي يكون اقتراض أكثر، وبالتالي يقدر إلا كنا غنلقاو حل المشكل دابا بأهون الأسباب يقدر من بعد ما غاديش نقدروا نلقاو فيه حل. ما فهمتش علاش ما تدرجتش النقطة هذه وحدة. ثاني حاجة لا مع القيادة المختصة ولا حتى مع الشركات اللي شاركت لها القرار، كاين شي تغيير الشكل تنقولو راه مثلا تقريبا بدا تلقاو الأجوبة دوكا ربما غادي يكون واحد التغيير حتى في الشركات ديال المناطق اللي غادي شاركت لنا. راه الترونسبور واحد السؤال واحد آخر السي الرئيس، أنا صراحة تنظر لخاطري أن بين السفارات ما احتفلاتش بأي أوجه من الأوجه بعيد العرش، مفهمتش علاش السر. نورمالمون الخيرات كانت من السباقين انها تحتفل بهذه المناسبه هذه. سؤال نطرح لك شخصيا مفهم علاش. يعني احتفلنا في الرباط، احتفلنا في المارا، احتفلنا في بوزنيقه، احتفلنا في عين عوده، الا مدينه الصخيرات مفهم علاش. اصلا هذا غير سؤال، احنا دابا تحولنا للجلسه ديال الاسئله. اش راه المواصلة داخل هذه العقابات والطرق اللي ما كتعديش ليها واضحة، كل شيء سابوا وانا غادي نشرب العشية في السطح الدائم، كل شيء هذا باقي ما كملش دورو، باش غادي واحد غادي باقي ما كملش دورو، دائما كنطلبوا كنقولوا كنسمعوا وكيكونوا وعودكم. إذا السيد الرئيس أنا كنهضر على واحد ثلاثة نقاط هنا. أول حاجة النقطة ديال العمال العربيين كما قالوا الإخوان، أنا غادي نشرح بريف لأنه هضروا على الإخوان ما غاديش نكمل بزاف، لأنه الإخوان العمال العربيين ومعاناة الإدارة خصوصا ومعاناة المصالح اللي هي تابعة الإدارة من هذا الغياب ديال العمال العربيين أصبح خطيرا وكيشكل واحد الإشكالية خطيرة خطيرة جدا، لأنه في الدخول المدرسي الفائت مذكور الغياب ديالو السي حاج داوود والبحري راه معيطوا للجدارية باش داروا لهم الصف في الإدارة، باش داروا لهم الصف داخل الإدارة باش داروا لوكاليزاسيون السنة الدخول المدرسي صرا وهي جاي الدخول المدرسي، هما العمال العربيين ما كاينينش كيعاونوا، كانوا كيعاونوهم في الغنيبة ولا في عين الحياة ولا في البحر، كانوا كيعاونوهم بشكل اللي ممكن ثم المستوصف والمستشفى اللي كاين راه كان عنده الدور. هو نهضر السيد الرئيس على النقطة اللي رجعت ديال الجمعيات، منح الجمعيات، فالمنح الجمعيات هي مشى فيها القرار التوجيه إلى الشركة ديال الشركة التوجيه 147. لا السيد الرئيس راه كاينه مادة أخرى، كاينه مذكرة ديال وزير الداخلية، لأنه 147 كتدول المنفعة العامة، هنا راه ما كايناش المنفعة العامة، كاين في وزارة وزير الداخلية أعطى واحد الكوميونجيات أخرى، ورد إبرام اتفاقية التعاون والشراكة كاختصاص ذاتي لدى كل الجامعات الترابية في القوانين التنظيمية الثلاثة، حيث يمكنها أن تبرم هذه الاتفاقيات إما مع جامعة ترابية أخرى أو مع الإدارات أو مؤسسات عمومية أو مع الجمعيات أو مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص، شرط أن يتعلق الأمر بإنجاز نشاط أو مشروع في فائدة مشتركة بين أطراف الاتفاقية، وأن يدخل موضوعها ضمن الاختصاصات الذاتية للجامعة الترابية الموقعة عليها. يعني ممكن محليا كما دارت عين عودة راه كتعطي الفروق ديالها أموال طائلة، ولكن في الاتجاه المحلي في الذاتي يعني ما كنمشوش المادة 149. فممكن هذا الجواب اللي ممكن يوصل للسيد باشا أنه هذا الجواب
ممكن. ثم كاينه رساله ديال وزير الداخليه حتى هي كاينه في الموضوع، لانه جبناها كتهم هذا الموضوع، لان ممكن ان النوادي ولا الجمعيات اللي عندها نشاط داخل الجامعات تبرم معها اتفاقيات وتعطيها الاموال ما يعني هذا اللي يقرا القانون اللي جاب، راه خاصو يمشي للرساله ديال وزير الداخليه ويمشي للمرحله ديالو. نمشي معك السيد الرئيس لبعض المصاريف، تنقل المصاريف تنقل داخل المملكه. السيد الرئيس راه حنا في الصخيرات وما كنخرجوش بلاصه، واللي كيخرج راه خاصو يمشي بجيب، الا كان غادي يمشي يمشي بشي مشروع، الا كان غادي يمشي يمشي مشروع ولا شي شراكه للصخيرات. لا صح بلاتي صح، قول ديال الموظفين راه مشي للعبط. راه كاين هنا مصاريف التنقل داخل المملكه. ديال العبط ماشي للموظفين. ديروا ليها تما الموظفين بين قوسين. ما كاينش في الموظفين. كاينه قطاع، كاينه هذيك ديال القطاع الانغيار والاطارات المطاطيه للسيارات، سياره الاسعاف راه واقيلا عام وهي واقفه باقه جديده، يعني هي اللي كتدي، هي اللي كتدي الفلوس، اما اللي عطوا شي سياره خاصو يصرف عليها راسو. راه انا غتحاسب. لا واحد النهار ديال لي نصيب والسيارات اللي كتطلب منهم مقاصد. صافي. الاخ السنة لا شوف راه مصير والله يشعل وهي دابا جديده وخسرت السيد الرئيس، لا يعقل جديده وخسرت وجديده ايوا راه خدها، راه ممكن انا نجيب سيارتي ونخسرها وناخذ الفلوس ديالها. ديروا قضيه كذا ما يمكنش، جديده غتخسر ما يمكنش. إذا حسنت الحاجة كانت عندها شي كريم. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.